بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نحمدك ربنا ونستغفرك ونتوب إليك، لا حول ولا قوة لنا إلا بك. نرحب بكم أيها الإخوة الأفاضل في هذا المجلس الثالث من مجالس شهر رمضان المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل أعمالنا وأعمالكم خالصة لوجه الكريم، أن يتقبل منا ومنكم، أن يثيبنا ويثيبكم، أن يبارك لنا ولكم، أن يعيننا على الصيام والقيام على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى، وأن يجعل صيامنا وقيامنا احتسابا لله سبحانه وتعالى. في هذا المجلس بإذن الله سبحانه وتعالى نتحدث عن المفطرات في الصوم. المفطرات في الصوم بعض أهل العلم عدها 12 مفطرا، وبعضهم أقل وبعضهم أكثر، ولعلنا نمر على ما يتفق عليه العلماء في أنه مفطر وما اختلف عليه بعض أهل العلم، نشير إليه إشارة سريعة من ذلك. كنا قد تكلمنا في المجالس السابقة عن من يجب صومه ومن يصح صومه ومن يجوز له الفطر ومن يجوز له الفطر. ما هي المفطرات التي يفطر بها المرء؟ ما هي المفطرات التي يفطر بها؟ أول مفطر من المفطرات وهو خاص بالمرأة هو خروج دم الحيض والنفساء. فإذا نزل مع المرأة دم أثناء النهار وتيقنت أو غلب على ظنها أنه دم حيض أو نفساء فإنها تفطر، ولو كانت في آخر النهار ولو كان قبل الغروب بقليل، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وقد نقل الإجماع على ذلك، وقد نقل الإجماع على ذلك، فلا يختلف نزول الدم سواء كان في أول النهار أو كان في آخره، ولو كان قبل الغروب ولو بخمس دقائق، ولو بخمس دقائق فإنها في هذه الحال تفطر، ويجب عليها قضاء ذلك اليوم، ويجب عليها قضاء ذلك اليوم. المفطر الثاني الموت. الموت، وما الفائدة من ذكره؟ سيأتي علينا الحديث على ذكره، لأن العمل ينقطع بالموت، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد يدعو له. وذكره مع المفطرات مع أن صاحبه مات يفيد أنه يجب على وليه أن يصوم عنه ذلك اليوم، أن يصوم عنه ذلك اليوم، أن يقضي عنه ذلك اليوم، لأن اليوم الذي مات فيه الرجل أصبح واجبا في حقه، فوجب على وليه أن يقضيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، من مات وعليه صوم صام عنه وليه. المفطر الثالث الردة، فلو ارتد عن الإسلام أو خرج عن دين الإسلام وأتى بناقض من نواقض الإسلام أثناء الصيام فإن صومه يبطل، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولأن من شروط صحة الصوم هو الإسلام، فمن ارتد عن الإسلام في وقت الصيام بعد الوجوب فإنه يعتبر مفطرا، فإنه يعتبر مفطرا. الشرط الرابع، المفطر الرابع، العزم على الفطر. فإذا عزم على الفطر وقطع صومه فإن هذا يعتبر مفطرا ومفسدا للصوم، وإن لم يأكل شيئا. وهذا هو مذهب الجمهور، لأن النية شرط، وقد عزم على الفطر ونوى على ذلك وترك الصوم وقطع النية. مثال: لو أن شخصا يصلي وفي أثناء الصلاة نوى أن يقطع الصلاة فإن صلاته فاسدة، ومثله في الصوم، فإنه إذا نوى أن يقطع الصوم فإن صومه فاسد، سواء كان صوم رمضان أو غيره من الصيام الواجب. أما الصوم النفل فيجوز له حتى أن يكمل، حتى ولو قطع
لأن حكم ابتداء الصيام يصح من النهار، يصح من النهار لا يصح من الليل، لا يصح من الليل. والفرق بين الصوم الواجب وصوم النفل أنه إذا قطع نيته وهو صائم فإنه لا يستطيع أن ينوي نية الصوم التي في الليل، ومن وجوب من شروط الوجوب أن ينوي، من شروط الصحة أن ينوي من الليل، وهو هنا لم ينوي من الليل، وهو هنا لم ينوي من الليل. الشرط أو المفطر الخامس القي. ما هو القي؟ القي هو إخراج ما في البطن عن طريق الفم، إخراج ما في البطن عن طريق الفم. القي نوعان، النوع الأول أن يكون من غير تعمد، كمن ذرعه القي رغما عنه، هاجت نفسه بلا سبب ولم يتعمد ذلك، فهذا لا يفطر. وقد قال، نقل ابن المنذر الإجماع عليه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. ومعنى ذرعه أي غلبه، وهذا الحديث في من ذرعه القيء. النوع الثاني من القيء من يتعمد القيء، سواء عن طريق تقصد النظر، كان ينظر مثلا إلى أمر قبيح يعرف أنه يثير نفسه، أو يعني رائحة قبيحة يعرف أنها تثير نفسه، أو يعصر بطنه، أو يدخل إصبعه في فمه، أو يدخل إصبعه في فمه، فهنا هذا يعتبر مفطرا من مفطرات الصوم ويجب عليه القضاء، يعتبر مفطرا من مفطرات الصوم ويجب عليه القضاء، يعتبر مفطرا من مفطرات الصوم ويجب عليه القضاء، ويجب عليه القضاء. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبو هريرة الذي ذكرناه سابقا، فإنه يجب عليه القضاء. قال قال أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الصائم إذا ذرعه القيء فلا قضاء عليه، وإذا استقاء عمدا فليقضي، وإذا استقاء عمدا فليقضي، وإذا استقاء عمدا فليقضي. المفطر المفطر السادس وهو ما يسمى حاليا بالحقن، وكان الفقهاء رحمهم الله يسمونه الاحتقان بالدبر، الاحتقان من الدبر. المراد به يعني هذا المفطر هو إدخال الدواء عن طريق عن غير إدخال الدواء عن غير الطريق المعلوم الذي هو الفم، أو مثلا الفم أو الأنف، إدخاله إلى الجسم سواء كان جامدا كالتحاميل أو سائلا كالمغذيات. والمذهب أن هذا مفطر، والحجة في قول ابن عباس رضي الله عنه: إنما الفطر مما دخل وليس مما خرج. ويقال لأنه ما وصل إلى الجوف ويمكن أن يتغذى به، ما وصل إلى الجوف ويمكن أن يتغذى به، حتى يعني نعرف نفرق بين ما يفطر وما لا يفطر في هذه الأدوية أو المغذيات. نقول هناك قاعدة أن أي دواء من غير الفم ما لم يكن مغذيا فلا يفطر، ما لم يكن مغذيا فلا يفطر، وما كان مغذيا فإنه يفطر. وعليه فالدواء الذي يأخذه المريض عن طريق الإبر لا يخلو من حالتين، لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن تكون هذه الإبر مغذية بحيث يستطيع أن يستغني بها عن الطعام والشراب، يستطيع أن يستغني بها عن الطعام والشراب، كالإبر المغذية التي توضع الآن في الوريد، فإنه يستغنى بها عن الطعام والشراب، فهذه مفطرة لأنها بمعنى الأكل والشرب، لأنها بمعنى الأكل والشرب. الثانية، الحالة الثانية ألا تكون مغذية، فهذه لا تؤثر في الصيام ولا تفطر، ولا فرق بين أن تكون هذه الحقن في الوريد أو في العضل، في الوريد أو في العضل. وهذا هو قول الشيخ ابن باز رحمه الله في هذه المسألة. لكن الأولى للمسلم أن يتجنب ما فيه حتى شك، ويؤخر مثل هذه الحقن إذا كانت تؤخر إلى الليل، إذا كانت
تؤخر إلى الليل. هناك بعض المفطرات التي يعني بعض أهل العلم يجعلها من المفطرات، مثل أكرمكم الله النخامة، إذا انفصلت عن الصدر ووصلت إلى الفم فابتلعها فإنها تعد مفطرة. ونحتاج حتى نفهم هذه المسألة أن نقسم ما يخرج من الفم، فنقول ما يخرج من الفم أنواع. النوع الأول إن كان ريقا، إن كان ريقا فإنه لا يفطر، ولا يؤمر المؤمن بالتحرز منه ولا يتفله، وحتى لو ابتلعه فلا شيء عليه. والتشديد في هذا يوقع الناس في حرج شديد. قال الله عز وجل هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. هذه الحالة الأولى مما يخرج من الفم. الحالة الثانية النخامة، فإن كان مصدرها الصدر فإذا انفصلت ووصلت إلى الفم فهل يلزم إخراجها؟ نعم يلزم إخراجها، لكن من لم يخرجها وابتلعها فلا يفطر، فلا إيش؟ لا يفطر، لكنه يعني فيه كراهة من ذلك شديدة وفيه حرج، فهي ليست من الأكل والشرب صحيح، لكن الأولى أن يعني لا يبلع الإنسان ما يستقذر بل يخرجه مباشرة. الأولى أن لا يبلع الإنسان ما يستقذر بل يخرجه مباشرة، بل يخرجه مباشرة. إذن ثلاث حالات أو حالتان، والحالة الثانية لها قسمين. الحالة الأولى الريق مما يخرج من الفم، الثانية النخامة. فالنخامة الأولى أن الإنسان لا يبتلعها أن يخرجها، لكن لو ابتلعها فإنه لا حرج فيه، لكنها من الأمور التي تستقذر، الأمور التي تستقذر. المفطر التاسع وعده بعض أهل العلم مفطرا وبعضهم لا يعده مفطرا، هو الحجامة، هو الحجامة. والكلام في الحجامة فيه الكلام في الحجامة يعني فيه خلاف كثير بين أهل العلم، واختار بعضهم أنه يفطر واختار بعضهم أنه لا يفطر. ولعل ما اعتاده أهل هذا البلد ويأخذ به علماءنا هو أنه يفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. وقد روى هذا الحديث 11 صحابيا منهم ثوبان ورافع وشداد، وصح هذا الحديث كثير من أهل العلم. هل الدم الخارج من الجسم يقاس على الحجامة أو لا؟ نقول هناك عدة مسائل ينبغي أن نطلع عليها في الدم. أول مسألة من المسائل، الدم بغير الحجامة كالرعاف أو الجرح، فهذا الراجح أنه لا يفطر الصائم ولا يقاس على الحجامة لوجود الفرق، واختاره هذا اختار هذا القول ابن باز رحمه الله وشيخنا ابن جبريل رحمه الله. لو أخرج دما لأجل التحاليل، مثل الآن من يذهب إلى المستشفيات ويحلل الدم، فإن كان الدم قليلا فإنه لا يفطر، واختاره ابن باز أيضا وابن جبريل مثال. لكن إن كان دم كثيرا كمن يتبرع بالدم حال الصيام هل يلحق بالحجامة أو لا يلحق بالحجامة؟ هنا قولان لأهل العلم. القول الأول أنها تفطر لأجل الضعف إلحاقا بها بالحجامة، بمعنى أن من تبرع بالدم فإنه يضعف جسمه ويهن، ولذلك أحيانا إذا ذهبت المناطق التبرع تجدهم مباشرة يجهزون بعض المشروبات ذات التركيز العالي أو الفائدة العالية. القول الثاني وهو قول ابن باز رحمه الله أنها لا تفطر ولا يقاس على الحجامة، والكلام في هذا لا بأس فيه. الأولى للإنسان دائما أن الأولى للإنسان دائما أن يتجنب ما يختلف فيه أهل العلم ويتجه إلى ما يتفق عليهم حفاظا للدين، كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال كالراعي يحوم حول الحمى يشكو أن يقوع فيها.
فهنا فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. المفطر القبل الأخير هو خروج المني، هو خروج المني، ونزول المني من الصائم يفسد الصيام، ولا يفسده على حسب أحواله، ولا يفسده إلا إذا كان متعمدا إخراجه. هناك حالات لا يفطر، نزول المني فيها لا يفطر به المرء. الحالة الأولى إذا نظر أنزل بنظرة، فهذا لا يفطر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة، فإنها لك الأولى وليست لك الآخرة. أيضا الحالة الثانية من الحالات إذا نزل أو أنزل بالاحتلام فلا يفطر، لأن النائم مرفوع عن القلم، كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة ومنهم النائم حتى يستيقظ. أيضا الحالة الثالثة إذا بدأ يفكر حتى أنزل من غير عمل، فهذا لا يفطر، لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. هذه الثلاث حالات التي ذكرناها قبل قليل لا يفطر بها من خرج منه المني، لكن الأولى للإنسان أن يحاول قدر المستطاع أن يقطع التفكير وما يشغله وما يجعله يثار أو يستثير ويخرج عن أو قد يخرج يفسد بتفكيره الصوم. طيب، هل هناك حالات يفطر بها؟ نعم، نقول الحالات التي تفطر هي ثلاث أيضا. الأولى الإنزال مباشرة، سواء كانت بالتقبيل أو اللمس، لأنه عمل والعمل متعمد في هذا، وهذا من التفطير، ويجب عليه إذا أنزل أن يفطر، يجب عليه أن يقضي صومه، أن يقضي هذا اليوم، وأن يكمل، أن يمسك بقية يومه. الثاني الإنزال بتكرار النظر. في السابق قلنا هناك الإنزال بنظرة، هذه تغتفر. أما الإنزال بتكرار النظر فهو ممنوع منه ومحظور عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإن لك الأولى وليست لك الآخرة، الحالة الثالثة من الحالات الإنزال بالاستماع، وهذا مفطر، وهو داخل في قوله سبحانه وتعالى: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل. إذن الأولى هي الحالة بالتقبيل أو بالمباشرة، الثانية بتكرار النظر، الثالثة من الحالات هي بالاستمناء، واستدلينا عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة ورأي شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. وفرق يا أحبة بين الحالات هذه الثلاث وبين الجماع، فالجماع مفطر بنفسه وإن لم يحصل معه إنزال، بل هو من أعظم المفطرات، ولعلنا إن شاء الله نتحدث عنه فيما بعد. الحقن التي يأخذها المريض على قسمين: الحقن غير المغذية مثل إبر التخدير أو التطعيمات ضد بعض الأمراض المعدية، هذه غير مفطرة على الصحيح لأنها ليست طعام وشراب. الثانية أنها تقوم مقام الأكل والشرب، هذه تكلمنا عنها سابقا، هناك مسألة أيضا في الطعام وفي المفطرات، وهي ذوق الطعام حال الصيام له حالتان، ويكثر الآن عند كثير من الناس ذوق الطعام وهو له حالتان. الحالة الأولى أن يكون ذوقه لحاجة، مثل الطباخ الذي يحتاج معرفة حلاوته أو ملوحته، هذا لا بأس به وهو كالمضمضة، لكن لا يبتلعه، وقد جاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: لا بأس أن يذوق الخل أو الشيء ما لم يدخل حلقه وهو صائم، الثانية أن يكون
بغير حاجة، وهذا قد كرهه طائف من أهل العلم لأنه يؤدي إلى الفطر. ومع ذلك فلو ذاقه بلا حاجة، فلو ذاقه بلا حاجة لم يفطر إلا إذا دخل جوفه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وذوق الطعام يكره لغير حاجة، لكن لا يفطر، لكنه لا يفطره، وأما للحاجة فهو كالمضمضة، وأما للحاجة فهو كالمضمضة. مسألة من المسائل المهمة في المفطرات النسيان أو الإكراه. لا يفطر إن فعل شيئا من المفطرات ناسيا أو مكرها. المفطرات السابقة: كل من فعل مفطرا يفسد صومه، بل يفسد صومه إلا إذا كان إلا إذا كان مكرها أو ناسيا. فنقول هنا لا بد من توفر شروط حتى يعني المفطرات السابقة حتى تكون مفطرة لا بد لها من شروط. الشرط الأول أن يكون ذاكرا، فلو أكل وهو ناسيا فهنا لا يكون مفطرا، فلو أكل وهو ناسيا فهنا لا يكون مفطرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. الثاني من الشروط أن يكون متعمدا مختارا، فإن كان مكرها فلا قضاء عليه ولا يفسد صومه. قال تعالى: من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الخطأ والنسيان وما استكره، فلو أكرهه أحد على شرب ماء حال الصيام لم يفسد صومه على الصحيح. الحالة الثالثة أن يكون عالما، أن يكون عالما، فلو كان جاهلا، فلو كان جاهلا سواء جهل وقت أو جهل أن هذا الذي يفعله مفطر، فالصحيح أنه لا يفطر، لقول الله سبحانه وتعالى: لا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. المفطر الأخير وهو من أعظمها وأشدها غلظة هو الجماع. متى يكون مفطرا وما الذي يلزم فيه؟ هناك عدة مسائل مهم أن نطلع إليها، أن نطلع إليها. المسألة الأولى: الجماع في نهار رمضان من أعظم المفطرات. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فقال صلى الله عليه وسلم: هل تجد ما تعتق به الرقبة؟ قال: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ فقال: لا. قال صلى الله عليه وسلم: فهل تجد ما تطعم به 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: تصدق في هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على أفقر مني أو أفقر منا؟ فوالله يا رسول الله ما بين لابتيها أي المدينة أهل بيت أحوج إليه منه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعطاه العرق ثم قال: اذهب فأعطه أهلك. ما المقصود بالجماع يا أحبة؟ الجماع هو تغييب الحشفة من الرجل في فرج المرأة وإن لم يحصل إنزال. فمتى حصل ذلك فسد الصوم ولزمت الكفارة. قد ذكر بعض أهل العلم أن غياب الحشفة يتعلق به ما يقرب من 400 حكم في الشريعة في الصيام والطهارة والكفارة وغير ذلك. والذي هنا أتكلم به أن مقصدنا أن الجماع المقصود به في الصوم هو تغييب الحشفة. الحكم في الحشفة هل هو خاص بالحكم الحلال أو الحكم الحرام؟ يعني هل تغيب الحشفة لو كان حلالا يختلف عن حكم الحرام؟ لا، أهل العلم يجعلونها سواء، وحتى ولو كان في غير في 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 غير يعني لواطا فإنه أيضا يشمله الحكم ويكون صومه فاسد ويجب عليه الكفارة. لو جامع في حالة يباح له فيها الفطر كالمسافر حال سفره إذا أفطر ثم جامع، أو المريض
ثم جامع فهذا لا إثم عليه ولا كفارة عليه، لكن يلزمه قضاء هذا اليوم، يلزمه قضاء هذا اليوم. من جامع عليه يلزمه بعض الأمور، من جامع في نهار رمضان فإنه يلزمه أمورا، أول أمر منها الإمساك، الإمساك فإنه يمسك ويكمل بقية يومه. الثاني وهذا مهم جدا أنه يلزمه الكفارة، يلزمه الكفارة، أي أنه إذا يلزمه الكفارة فإذا جامع في نهار رمضان وهو صائم فإنه يلزمه الكفارة. من جامع مكرها أو ناسيا هل يلزمه القضاء والكفارة أو لا؟ وأهل العلم يقولون أنه لا يكون فيه الجماع نسيان، ولذا لا يعتبرون النسيان، لكن يعتبرون المرأة أنها لو جامعت، لو جامعها زوجها وهي أكرهها على الجماع فإنها ليس عليها كفارة، وإنما فقط عليها قضاء هذا اليوم، وإنما عليها قضاء هذا اليوم. ما هي الكفارة؟ ما هي الكفارة؟ نقول كفارة هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا، بما يطعم المساكين. تكلم أهل العلم في إطعام المساكين أنه لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره من تمر أو زبيب أو غير ذلك، أو غير ذلك. هل يجمع المساكين مثل المسائل الأخرى؟ يعني هذه مسألة من المسائل التي يتكلم عليها بعض أهل العلم، هل يدفعها لمسكين واحد أو يدفعها لأكثر من مسكين؟ لا، لابد من 60 مسكينا كما نص عليه الحديث في ذلك. إن لم يجد الكفارة هل تسقط عليه أو تبقى في ذمته؟ الذي دلت عليه أنها تسقط إذا لم يقدر عليها، وهذا هو مذهب الحنابلة، لأن الواجبات تسقط مع العجز، وقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وأيضا لحديث العربي أنه إنما قال لا أجد، لا والله يا رسول ما بين لابتيها أفقر مني، فأسقطها النبي صلى الله عليه وسلم عنه وأعطاها له وأمره أن يذهب بها إلى بيته وأهله. أسأل الله بمنه وكرمه وتوفيقه أن يجعل ما قلناه في حجة لنا لا علينا، وأن يجعله في ميزان حسناتنا، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.